بيشكو من الهبوط المستمر، بيشكو من آلام في الرأس، في الرقبة، في سائر الجسد. هل ده بسبب حلول موسم الصيف؟ وهل دي أمراض متعلقة بالصيف ولا متعلقة بالتغذية؟ هنجاوب على كل التساؤلات دي، ومن ضمن حديثنا عن أمراض الصيف هنتحدث عن الإسعافات الأولية لهذه الأمراض. وبنرحب بكم مشاهدينا، نتمنى أنه أنتم بهذا الموسم تكونوا معافين من هذه الأمراض. وبنرحب بضيفنا الكريم دكتور سيد قطب الرشيد، اختصاصي طب المجتمع. أهلا بك يا دكتور. مرحبا بكم. يعني دكتور، إحنا كثير في الصيف الناس بتعاني من أشكال مختلفة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وإحنا أصلا بلد يعني واقع على خط الاستواء. شنو هي حكاية الإعياء الحراري؟ يعني هي حالة بتحدث طارئة جدا، فيها الزول نتيجة اللي يكون واقف في الشمس فترة طويلة جدا، طبعا بيكون عرق وطلع كمية كبيرة جدا من السوائل عن طريق العرق أو عن طريق التنفس، وما أخذ كمية كبيرة مناسبة أو الملائمة من السوائل. فالمسألة دي بتحصل، بتأثر على الدماغ وبتأثر على المخ وبتأثر على مركز في الدماغ هو مسؤول عن تنظيم الحرارة في الجسم. فبالتالي الزول بيكون بحس بإعياء تام، ويحس ممكن بصداع، ممكن يحس بدوخة وضيق في النفس، ويحصل عدم انتظام في ضربات القلب، وضغطه حينخفض، وبالتالي حيفقد وعيه، وممكن تحصل له تشنجات اللي هو آخر حاجة. في السودان عادة أنا عايز أركز على حاجتين أساسية جدا، بالذات عند الستات. نحن جونا حار طول العام، مشكلتنا ما بنلبس ملابس قطنية، لازم بالذات للستات، لأنه الست بتلبس قطع أكثر من الرجل. لازم تحرص حرص شديد جدا، حتى لو هي صغيرة لازم تلبس ملابس قطنية، لأنه الملابس القطنية بتتيح لأنه في يحصل دورة بتاعت هواء من الداخل للخارج، وبالتالي بترطب الجسم وبخلي درجة الحرارة تحت الجسم هي الدرجة الطبيعية المعزينة. الحاجة الثانية، ما بنشرب نحن موية في السودان إلا لما نعطش. طبعا ده مفهوم خاطئ جدا، احنا المفروض نشرب على الأقل 8 كباب موية في اليوم، وفي الصيف ودرجة الحرارة لما تزيد المفروض نشرب 15 لتر. 15 لتر، يعني دي تقدر بكم كوباية؟ دي 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 حسب حجم الكوباية طبعا، اللي نعم هي حوالي 16 كوباية أكثر. عايزين نقول إنه أن إحنا كل ما زاد مجهودنا في السخانة، كل ما كان عندنا نشاط في السخانة، كل ما كان إحنا شغالين شغل مثلا نعم زي الناس اللي بيشتغلوا في الأفران، زي الناس اللي بيكونوا في الشمس فترة طويلة جدا من الزمن، لازم يحرصوا إنه يعوضوا الكمية بتاعت المويه اللي بيفقدوها. طيب، وانت بتتكلم عن السوائل، احنا كثير بنسمع انه الناس اللي بتجيهم ضربات الشمس بنصحهم بانه يشربوا السوائل. هي ضربة الشمس هي بتحدث كيف؟ ضربة الشمس هي تقريبا قريبة للإعياء الحراري، الإعياء الحراري أقل منها. ضربة الشمس إنه الزول بيكون واقف فترة طويلة جدا في الشمس، درجة الحرارة مرتفعة جدا، الشمس مباشرة فيه ويفقد سوائل زي ما قلنا، ويفقد الكنترول بتاع تنظيم الحرارة في جسمه. ودي عادة بتحدث عندنا الناس الصغار، الناس كبار السن، الناس عندهم أمراض قلب، الناس عندهم امراض السكري، او الناس اللي ما متعودين اصلا على الجو الحار. نعم والناس البيوت طبعا هم بيتاثروا اكثر من الناس الخضر زينا، لانه الخلايا بتحت الميلانين اللي هي الصبغيه في جسم الانسان هي بتقلل المساله بتاعت امتصاص الحراره وكذا. نعم طيب دكتور، يعني في ناس برضو عندهم هبوط، يعني دائما بطبيعتهم ما بيفحصوا عند الدكتور الا يلقوا عندهم هبوط، يعني ديل كيف ممكن يتعاملوا مع في ناس الحرارة؟ عندهم طبعا طبيعي هبوط في ضغط الدم، وديل المفروض يكونوا حريصين جدا انه في الصيف اول حاجه لو كانوا بيمتهنوا مهنه انه بتخليهم يكونوا في حتى فيها سخانه او في الشمس مباشره، لازم يعوضوا كميه السوائل المفقوده، لازم ياكلوا اكل فيه املاح، يعني كثروا من الخضار والطماطم الحاجات اللي فيها سوائل، يكثروا من الفواكه اللي فيها برضه الاملاح والمويه دي، لانها مهمه جدا. المشكله في السودان احنا ما قاعدين نراعي المساله دي. الحاجه الثانيه، الاعياء والتعب الشديد، لازم ياخذوا قسم من الراحه على اساس انه يحافظوا على مستوى بتاع الضغط المناسب، ما ينخفض يخليهم طيب يفقدوا. دكتور، اذا هو اصيب، هو ما قام بالحاجات دي ولا اكل حاجه فيها املاح ولا شرب سوائل واصيب بضربه الشمس، احنا كيف ممكن نسعفه؟ اول حاجه نحطه في مكان بارد او نحطه في الظل حسب عمر الزول طبعا. المفروض لو كان لابس ملابس كثيره احنا نخفف من الملابس، لو كان عندنا مروحه جنبنا او تيار بتاع نحطه في حته فيها تيار بتاع هواء، نحاول نرشه بمويه ونبلل الجسم كله بمويه، نمتنع انه نحط فيه تلج، لانه التلج ممكن يحصل شنو تقلص في الشعيرات الدمويه، وبالتالي ما يخلي الدم يتدفق للجلد. نحافظ على المجرى بتاع الدم بتاعه، الراس المفروض يكون مرفوع بدرجه معينه. أسرع فرصة نوديه المستشفى المركز الصحي، لأنه محتاج لمحاليل وريدية طبعا، برضه نتابع قصة تحت التنفس بتاعه والنبض، النبض والضغط وكذا. المهم جدا أنه نسعفه بقدر الإمكان، يعني هو بسموه إسعاف فوري،
نعم قدر ما تأخرت قدر ما حصل مضاعفات، وقدر ما أسرحت قدر ما قدرت تنقذ تطل تنقذ الموقف. الزوجة، يعني احنا وممكن مثلا دي تعدل الوفاة بالمناسبة. نعم احنا حنتكلم انه درجة خطورتها ممكن تصل لأي مدى، وحنواصل حديثنا بعد الاستطلاع. بيت الهنا. الزول حصل له ضرب الشمس، طوال الزول يدلق عليه مية التلج ويضع في مكان بارد، بعد ده طوال حسه لحد ما حسه المستشفى. نقل المصاب في الجبار ده، تعمل له مكمدات باردة البداية، عاشات أولية. الشيء اللي بعرفه إنه ممكن ترقد الزول ياخذ راحته، وبعد ذاك ممكن تعمل له مثلا موية باردة في هنا، يعني مكمدات كده هنا، وبعد ذاك ممكن تعمل له تنفس صناعي. والله بودي في مكان بارد وبهيئ له الجو وبكب له موية باردة تقريبا في جسمه يعني كده. بيت الهنا. دكتور انت ذكرت انه التاخر في اسعاف المصاب بضربة الشمس ممكن يؤدي للوفاه، هل بيختلف اسعافه اذا كان مغمى اغماء تام واذا كان يعني دايخ يعني نصف واعي؟ او طبعا احنا المفروض اصلا ما نحصل مرحله انه هو يحصل مرحله الاغماء، لانه حصل مرحله الاغماء ده حيكون عنده طريق معين ومسار معين بيعالج زيه زي ما الزول عنده كوما او عنده اغماء من اي غرض ثاني. نعم. لازم تنتقل لمركز متخصص طبعا، ويكون غرفه متخصصه، ويكون عنده متابعه دقيقه لكل الملاحظات الاساسيه، النبض والحراره والتنفس والضغط وكذا. نعم. همنا الاساسي انه ما يحصل المرحله دي، لانه محتاج محاليل وريديه معينه، لو ممكن تجيب تشنجات اصناع الاغماء، وثاني محتاج لجرعات صغيره من الفاليوم او دايزيون عشان تقلل التشنج وكذا. لكن كل الشيء اللي عايزين نقوله يا جماعه، لازم نسعف الشخص اللي عنده ضرب الشمس او عنده اعراض بتاعت حتى فوريا. ارهاق فوريا. نعم. انت تكلمت عن التشنج، وبرضه من الامراض اللي بنعاني منها في الصيف، ورغم انه في حاجات وقائيه لها، هي السحائه. يعني الانسان اللي بيصاب بالسحائه احنا ما بنكتشفه الا لما تظهر عليه اعراض معينه، كيف احنا ممكن نسعفه؟ طبعا تكلمنا عن الزول الكبير، يعني قصة السحاي دي بتنتشر في الصيف، لأنه طبعا البكتيريا تحت بسبب السحاي بتكون موجودة، وبيصيب الدماغ، بيصيب الأغشية الدماغية، والزول ممكن يكون عنده أعراض تحت السحاي البسيط لكن هو ما منتبه ليها، لحد ما فجأة يكون ماشي في أي حتة وماشي في الشارع أو في السوق كده، فجأة يغمى عليه ويحصل له تشنجات. أهم حاجة لازم نثبته في على مكان معين، وضعيه معينه، نرفع راسه لفوق. اذا كان نحاول برضه ننتبه جدا انه ما يعضي لسانه. نعم. نحاول زي ما بيقولوا نخلي مجرى للنفس، اذا كان مثلا حصل له نوع من الاستفراغ او حصل له نوع من اللعاب طالع كميه كبيره جدا، عشان ما يحصل له تخش في الرئه بتاعته وتحصل له مشاكل ثانيه كثيره. نعم. اذا كان عنده درجه الحراره برضه نتعامل معه، انه زي الزول عنده ضرب بتاع الشمس لازم نخفف درجه الحراره. نعم. وبرضه التعامل الفوري اسرع فرصه، وما باستخدام التلج زي ما انت ذكرت بالمويه. لا لا لا، لا اسرع فرصه نوديه المستشفى. الحاجه الثانيه مهمه جدا كيف نحن نشيله برضه، لانه حمل الزول اللي عنده مغمى عليه او عنده تشنجات محتاج طريقه معينه. نعم. عشان نوصله حتى من المكان للعربيه تحت الاسعاف. عشان كده احنا دائما نقول يا جماعه الناس يحرصوا انه ياخذوا الكورس بتاع الاسعافات الاوليه، لانه فيه كل التعليمات اللي بتخليه يقدر يتعامل مع المساله بشكل صحيح. في مواقف زي دي في ناس دكتور برضه في الصيف بيكون عندهم الرعاف، فده كيف ممكن يتعاملوا؟ الرعاف طبعا واحده من الاشكالات الكبيره جدا، احنا بنتكلم عن رعاف انف واحده، لانه رعاف انفين طبعا بيكون عنده اسباب ثانيه كثيره، غالبا الزول بيرعف بانف واحده، وغالبا احنا عندنا في السودان بنعامل الرعاف بطريقه غلط، يقول لك صنقع لورا وكذا، ضخ كلام خاطئ، لانه الدم حينزل في الحلق ويمكن يخش الرئه ويعمل لها مشاكل كثيره، احنا بنقول للزول امشي لقدام وخد اصبعك اضغط على الحته الطريه من الانف للعظمه تحت الانف مده 5 دقائق، ممكن تستعمل منديل او قطع عشان طبعا الدم بيكون منظر مخيف وكميته كبيره. اذا ما وقف اضغط ثاني مده 10 دقائق، اذا ما وقف استعمل لك مويه بارده او قطعه تلج من الناحيه الخارجيه. نعم. عموما النصيحه اذا الرعاف استمر اكثر من 15 دقيقه او جاء اكثر من 6 مرات في اليوم لازم الزول يمشي للطبيب. للطبيب، طيب مسبباته شنو؟ بس درجه الحراره ولا خلل في الجسم يعني؟ الخلل في الجسم غالبا يكون اسعاف بالانفين، الناس عندهم ضغط طبعا، الناس عندهم مشاكل في الدم، الناس اللي عندهم
مشاكل في الشعيرات الدمويه ممكن برضه ينزلوا في الاثنين. نعم. لكن المشاكل العامه اللي هو درجه السخانه عاده، لان احنا عندنا عاده سيئه جدا من نستعمل يدنا واصبعنا ندخلها في انفنا للنظافه، والمساله دي بتحتك بالشعيرات الدمويه الموجوده لانها رقيقه وحساسه جدا، نعم. وبالتالي بتنزل بشكل كبير. او لو الزول اتضرب طبعا، او في بعض الادويه ممكن تعمل مساله. يعني دكتور، الناس بيهربوا من لهب الحر الى النيل، بيلقوا فيه المويه البارده، بيلقوا فيه امواج بتريحهم يعني، لكن برضه بيعانوا من مشاكل الغرق، كيف احنا ممكن نسعف الغريق؟ دي مشكله كبيره جدا. طبعا معظم الشباب والاطفال الصغار بيمشوا للنيل في الصيف وما بيعرفوا يعوم وبيغرقوا. واحده من الاشياء الشائعه جدا برضه في اسعاف الغريق انه نحاول احنا الزول بيغرق ليه؟ لانه المويه بتخش الرئه. نعم. احنا الغلط اللي بنعمله احنا بنحاول نطلع المويه من الرئه، لا احنا نحاول ندي اكسجين للزول، ونحاول لازم نديه هواء يخش له في رئته، بعد الرئه هي برا بتعرف تتصرف مع المويه الداخله حسب كميته طبعا. في جماعه الشخص الغريق لازم نمدده في الارض، ولازم نرفع عليه راسه، ولازم نعمل له سموها ماوس تو ماوس بريزنج، لازم ننفخ له هواء اذا كان بالانف او بالفم. لازم لازم لازم، لانه نفخ الهواء داخل الجهاز التنفسي بينبه المركز بتاع التنفس في المخ ومركز الرئتين انها تشيل اكسجين، لانه من غير اكسجين الانسان ما بيقدر يتنفس. برضه من مشاكل الحر انه الناس بتكون بتتعامل مع الاكل التعامل بتاع الايام العاديه، بيفاجئوا بانه فسد بسرعه، مرات ما بيكونوا عارفين العلامات، كيف نتعامل مع التسمم الغذائي؟ واحدة من المشاكل الكثيرة جدا طبعا، لأنه التسمم الغذائي شائع جدا في الصيف، وطبعا بيسبب كثير جدا من البكتيريا اللي بتنتقل دائما عن طريق يعني الناس اللي يدينه ملوثة وعن طريق الذباب. نعم. الزول حصل له تسمم غذائي دائما يكون عنده إسهال واستفراغ، وفي النهاية فقد للسوائل. نعوض السوائل ونمشي للمركز الصحي او المستشفى عشان ناخذ العلاج المناسب حسب كلام الطبيب. نعم، يعني استخدام كافرجين والحاجات دي ما مجديه، مخففه لكن في النهايه ما بتعالج. نعم يا دكتور، حقيقه الموضوع شيق ومهم جدا، واحنا بنعاني دائما من فصل الصيف والحراره الشديده، كان يستحق وقت اكثر. بنشكرك دكتور سيد قطب رشيد اختصاصي طب المجتمع. ومشاهدينا، تابعتوا فصل الصيف ممكن يكون زيه زي الفصول الثانيه ويمر بكل سلام اذا احنا اخذنا بمحاذير وبالوقايه. وانت يا ست البيت مهمتك في الصيف تركزي على نظافه الاطعمه وعلى انها ما تخمر او تصيب الناس بالتسمم الغذائي. خليكي معنا في فقره الطبخ. بيت الهنا. مشاهدينا بنحييكم مجددا في مطبخكم، مطبخ بيت الهنا، ودائما كل لقاء معه طبق جديد ومعلومه جديده. طبق اليوم مع شيف سامي محمد. كيفك يا شيف سامي؟ مرحبا بك ومرحبا بالساده المشاهدين. استاذ سحر، شيف سامي، شايفين اليوم عندنا كميه من الخضروات، وبنتساءل طبقنا هو عباره عن شنو؟ طبقنا اليوم عباره عن افخاد الفراخ مع الفلفليه. نعم. ومكوناته عندنا افخاد فراخ، عندنا زبدة، بصل. نعم. عندنا ثوم، جنزبيل، وعندنا خل هنا موجود. نعم. عندنا فلفلية بكل الألوان الباردة فلفلية والحارة. حلوة ما حارة. وعندنا سكر بالإضافة للملح والفلفل. حنبدأ بأي واحد من المكونات؟ طيب نحن حنبدأ بالفراخ بتاعنا على أساس أنه نعم نقطع الفراخ. أنا شايف أنك اخترت الأفخاد. نعم، لانه هي طبعا افخاد الفراخ، انا شغال بالافخاد الفراخ لانه دي الاكله، عشان كده انا اشتغلتها بالافخاد بس. ففي يعني الافخاد ممكن نعملها باجزاء اخرى من الدجاج؟ يعني ممكن تعملها باجزاء اخرى، لكن طبعا عشان سميتها افخاد فعشان نعم كده اخترت الافخاد فقط. نعم. يعني ما فتحت يعني. ففي الافخاد عندي هنا المحله دي، فبالسكين اذا كانت بتاعتي حاده طبعا كده ممكن اقطعها. نعم. واذا ما حاده طبعا ممكن اضربها عشان اطلعها برا. فدي هنا بجي بقطع الفخده على اثنين من المفصل هنا. يعني انت بتقول هنا لازم نكون حريصين انه السكينه تكون حاده. السكينه تكون حاده بس الواحد يحاسب على ايده يكون حذر برضه. نعم. فناخذ الفرخه الثانيه بنفس الطريقه. نعم. الفخده الثانيه، وبنقطع العقب برا، وبنجي نقطع من المفصل على قطعتين ثاني في الحته دي هنا. انا المرحله الثانيه بعد ذاك ممكن يكون عندي النار، فانا اكون متاكد تماما لانه انا هستخدم الزبده. نعم. الزبده فيها كميه بتاع سوائل بتحرق اذا كانت الحله بتاعتي سخنه ولا لا. نعم. فانا بمجرد ما قطعت وجهزت الفراخ بتاعي انا اولع اعداد النار على اساس انه تكون بارده وتبتدي لي تكون درجه حراره بالتدريج. تجيني بالتدريج. نعم. كويس، انا هنا بقوم بضيف الزبده
في ناس طبعا بيقولوا بيضيفوا زيت عشان الزبده ما تحرق. هي بتضيف زيت اذا دي عشان كده انا قلت لك ايه. أيوة. انا ما عايزه تكون اذا درجه الحراره كانت عاليه. درجه الحراره اذا درجه الحراره عاليه بحافظ عليها بالزيت على الزبده بالزيت. واذا درجه الحراره أول مناسبه بحط بعد استخدم الزبده فقط يعني. ايوه درجه الحراره تكون مناسبه استخدم الزبده. الزبده لو لاحظ ان الزبده ابتدت تسيح لانه ابتدت الحراره تدريجيا تدخل في المعون بتاعي. في الحته دي بنتظر شويه لحد ما الزبده بتاعتي تسيح وببتدي اقطع البصل. يعني كويس جدا ان احنا ننبه الناس انه لازم ننظف السكينه. لازم ننظف السكينه وننظف القطعه بتاعتنا على اساس انه كل حاجه تكون مقطوعه باتجاه. نعم. فانا اقطع البصل بتاعي فده البصل حسب رغبتي يعني اذا انا عايز ممكن اقطع بالطريقه دي هنا النص بتاعي اقطعه على اثنين. نعم. وبعدك اي اقطع مربعات صغيره بالطريقه دي. كده انا بكون قطعت البصل جاهز. نعم. فهنا الزبده التحتيه ساحت وابتدت على نار هاديه على نار هاديه وبدون ما تحرق. نعم. فببتدي بضيف الفراخ بخليه شويه يتقلب لي في النار يتحمص هقلبه على مرتين ثلاثه. يعني كانك هتعمله سوتيه شويه مع ايوه هعمله سوتيه شويه مع الزبده. نعم. اولا بعد ذاك حتى اسيبه شويه بعد ذاك عشان اضيف باقي المكونات بتاعتي. يعني الناس كثير في السودان بيقول لك ده مع الجداد جداد مشوي او محمر ومؤخرا كده بيجينا ناس بيلقوا بيعملوه بالبقسماط وكده. يعني دي طريقه اخرى من الطرق اللي ممكن نتناول بها. أيوة الدجاج. نعم. يعني من غير ما انه انا ارجع احمره بالبقسماط. نعم. واحمر ممكن اشتغل بالطريقه دي واشتغل طوالي على طول ان اعمل الكازارول بتاعي او اعمل الحله برضه. انت ما كثرت من المكونات يعني شايفين في بصل ثوم والفلفليه بانواع دي كلها حاجات متوفره وما مكلفه يعني. حاجات متوفره في السوق ويعني ما مكلفه زي ما انت قلتي وممكن تتلاقي يعني في طول العام ممكن تكون موجوده يعني. أيوة. ما فيها حاجه بتكون في بتنعدم ولا حاجه. طبعا معروف البصل اللي بيكون عندنا موجود الثوم عندنا موجود الحاجات دي كلها بتكون موجوده على مدار السنه. نعم. يعني ما بتكون فيها. شنو السلطه اللي احنا ممكن نعملها؟ شايفين انت عندك تشكيله جميله من الخضروات هنا. السلطه اللي ممكن نعملها مع الطبق ده هو عباره عن شنو؟ السلطه اللي ممكن نعملها مع السلطه ممكن ان احنا مثلا مع الطبق ده ناكل سلطات في شكل معجون هي يعني عندنا زي الطحينه زي الحمص زي عندنا السلطه الاسود زي ما بنسميها نحن. أيوة. هناك عندنا السلطه الاسود دي الحاجات اللي ممكن اكلها مع الطبق ده. ليه؟ لانه هو اصلا غني بالخضروات يعني. فهي حاجه شوف سامي هنخليك تقلب الدجاج وحناخذ نصائح وفوائد. بيت الهنا شيف سامي المدة اللي بياخذها الدجاج عشان يكون اخذ فترته مع في السوتيه او التقليب مع الزبدة بتكون مدة قد ايش؟ بياخذ ما بين 25 ل 30 دقيقة. نعم. في النار. طبعا انا دلوقتي بقوم بضيف البصل والثوم. نعم. والجنزبيل. الجنزبيل برضو انت قطعته قطع صغيرة؟ ايوه كلهم بنفس الطريقة قطعت بها الثوم قطعت بها الجنزبيل. يعني دي حاجة بعدينك على اساس انه الواحد ما يقول والله يا اخي انا قطعت الثوم وما اقدر اقطع الجنزبيل. طبعا. أيوة. الجنزبيل عندنا هنا فريش فاذا ما عندنا فريش احنا ممكن نستخدم البودره. أيوة. جنزبيل بودره. لكن الطازج طبعا عنده فوائد وحسي بقى منتشر. منتشر موجود بكميات كبيره جدا. أيوة. وموجود في اللينا. فانا بقوم بشتغل ثاني بعد الفلفليه بتاعتي هقوم اقطعها هقطعها مربعات. طبعا انا احرص دائما انه انظف المكان بتاعي على اساس انه ما تكون من في اي نوع من الوساخه. يعني دي برضو حاجه تكتسبها ربه المنزل كثير لما يكون عندها بالذات مناسبات. ايوه نعم. بتلقاها مرهقه وطلعت الطبق لكن المطبخ بتكون حالته صعبه جدا. فده الفرق دائما يعني في انه الواحد هنا. فالفلفل اضيف فلفل احمر. يعني خلينا نتكلم كمان عن السكر يا شيف سامي. ما دائما عندنا في السودان بنخلط
الحاجات الحلوه والمالحه مع بعض، فكونه عندنا دجاج وفلفل وملح وسكر وخل. نعم يعني عندنا، نحن ما عندنا الكلام ده، فيعني حتى حتى الحاجه الموجوده عندنا يعني الرز، يعني لو ما نطبخه عشان تعمل له، عشان اقول لك عشان نعمل له سكر ما نعمل ملح. فالشغله دي هي هو السكر والملح بيعملوا توازن طبعا بعد الاثنين مع بعض مع الطعم. ايوه مع الطعم بيعملوا تغيير توازن. يعني الانسان بيكون تغيير اكيد الانسان متعود على حاجات نعم بغيرها. والحاجه دي طبعا مشهوره في المطبخ الصيني. ايوه المطبخ الصيني مشهور جدا الاسيوي عموما، الاسيوي عموما والصيني خاصه يعني نعم. مشهور جدا بالحاجات دي، ومشهور بانه تكون يخلطوا في المأكولات بتاعتهم يعني السكر مع الملح مع بعض. شيخ سامي تكلم عن المطبخ الصيني، لو تورينا الطرق اللي بيعملوا بها الدجاج الصينيين يعني، ولو طريقه منهم تدينا لها نموذج يعني. والله هو بصراحه نحن لو حاولنا نطبق الاكل الصيني عندنا الناس ما حياكلوا، ولكن نحن بمجرد بتعديل بسيط جدا يعني ممكن نخليه انه نكون الناس تاكل يعني ما ضروري كل المكونات احنا نعملها، ممكن نجيب من مطبخنا ومن هي المكونات ما بتضرنا بحاجه، كل المكونات ممكن نستخدمها عادي نعم. بس نغير في درجه الطبخ بتاعه الصينيين نعم. يعني الصينيين بيطبخوا على مرحلتين دائما نعم. يعني ما بيطبخوا من مرحله واحده، بخلوا بيطبخوا الاكل بتاعهم بيطبخوا على مرحلتين. فالمرحله الاولى هو بيعملوا كميه بتاعت بيض ومع الطحين بتاع الزر الشامي نعم ده مع بعض بيكونوا في موجودين، بيعملوه مع الفراخ وبيعملوا له الصويا طبعا صوصه الصويا معروفين بها. ايوه ونذكر مشاهدينا بمقادير طبق اليوم. بيت الهنا شيف سامي، شايفين ريحة جميلة ونكهة مميزة جدا طلعت من الأكل، ويبدو أنه هو قارب على الاستواء. هو قارب على الاستواء، هو دي المرحلة الأخيرة يعني كون أنا أقوم أضيف السكر شوية من السكر نعم، وأضيف الخل معلقتين زي ما جهزناها، وبقوم بضيف الملح شوية ملح طبعا زي ما قلنا عشان نعمل التوازن بتاع الخلطة الأكلة بتاعتنا نعم، وشوية بتاعت فلفل، وكده الأكل بتاعتنا بتكون خلص. يعني الناس دائما تعمل الخطوات زي ما هي بتشاهدها عشان بعدين ما يقولوا إنه والله ما طلعت لنا حلوة. أيوة نعم. فلازم يعرفوا إنه في حاجات بتضاف في النهاية وفي حاجات من البداية. أيوة خلاص كده نحن خلط الطبخة بتاعتنا جاهزة. أيوة. فبعد ده نحن نقدم الطبخة. وصلنا للتقديم. نقدم الطبخة بتاعتنا. برضو عشان احنا دائما شيف سامي نحاول نبعد المطبخ السوداني من الصلص والزيوت، دي اكله خفيفه ونسبه الدهون فيها ما كثيره، ما فيها نسبه دهون. لو لاحظت انه حتى الزبده اللي احنا اخذناها فيها نسبه من السوائل. أيوة. يعني هي الزبده ما كلها يعني ما عباره عن زيت. ايوه فيها نسبه من السوائل. طيب انا عشان اشتغل اطلع الناي بقى مقوم اعمل ديكور للصحن بتاعي نعم، للطبق بتاعي اعمل له الديكور بتاعه على اساس انه انا اطلع حاجة في الصحن. يعني حتى الخضروات اللي انت بتنثرها عشان تزين بها الطبق يا شيخ سامي برضو كلها زي ما بيقولوا ايتابل او بتتاكل يعني. ايوه كلها تتاكل يعني. انا الطبق بتاعي الا كان المعلقه والشوكه اللي بتاكل بها نعم هم اللي ما هتاكلوا معاها، فلكن اي حاجه باخدها في الطبق بخليها نعم تتاكل. طبعا الخاص بتاعي مغسول جاهز نظيف نعم عشان اشتغل به. دائما بنركز انه الناس لازم تغسل الخضروات جيدا، لازم تغسل الخضروات بالذات لانها خطره جدا اذا ما تغسلت الخضروات. أيوة. هي ضروريه وغسلها ضروري اكثر. غسلها ضروري جدا. شكل جميل جدا يعني باقه من الخضروات في الطبق، وكمان الدجاج شكله طلع جميل جدا ونكهته جميله على فكره. يعني الاكل اللي بيتعمل بالزبده دائما بيكون فيه نكهه مميزه. ايوه نعم. فلو الحصي انا حطيت حتى الفخاد انا حطيتها بشكل لانه
تديني شكل جميل على الطبق بتاعي. ايوه. فبعد ذاك باجي باخذ من الصلصه بتاعتها على اساس انه عباره عن البصل والثوم والفلفليه باشكالها. ايوه نعم. يعني الطبق مليء بالالوان، مليء بالفائده، بنشكرك عليه يا شيف سامي. ومشاهدينا زي ما تابعتوا طبق اليوم طبق بسيط، وبقدر ما هو بسيط بقدر ما هو مغذي. هنأت الشروق تي في دائما، راسلونا عليه اذا في اي اضافه او تعليق، ونلتقيكم في الحلقة المقبلة. مع السلامة. بيت الهنا.